بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المبتعثون، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى بالسر والعلانية والمحافظة على دينكم أينما كنتم. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اجعلوا هذا الحديث حفظكم الله منهجا لكم. في ثلاث كلمات من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، من بر أو بحر أو أي مكان، فإنك تتقي الله، بمعنى أنك تجعل بينك وبين عذابه وقاية من طاعته سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك ما نهى عنه. والمسلم يكون قدوة وداعية إلى الله بأفعاله قبل أقواله. أنتم تمثلون الإسلام، أنتم سفراء لبلادكم حفظكم الله، فكونوا على حسن ظن ولي الأمر الذي ابتعثكم إلى هذه البلاد التي أنتم فيها من بلاد الغربة، تمثلون دولتكم، تمثلون دينكم قبل كل شيء، تكونون قدوة صالحة لغيركم، بحيث إذا رآكم غير المسلمين عرفوا دين الإسلام من خلال تصرفاتكم وأعمالكم. فالله الله حفظكم الله بتمثيل الإسلام تمثيلا يليق به، وأنتم كذلك إن شاء الله. ولكن هذا من باب الوصية لكم، فأنتم والحمد لله تعرفون أمور دينكم، وتعرفون مكانة بلادكم في بلاد العالم، أنها بلاد الحرمين الشريفين، فيها قبلة المسلمين، فيها المسجد الحرام، فيها المسجد النبوي، هي يستقبلها المسلمون في صلاتهم في اليوم والليلة 5 مرات في الفرائض، وما شاء الله من النوافل استقبلون شطر المسجد الحرام. وبلادكم ولله الحمد هي قلب العالم الإسلامي، وأنتم تعتبرون من هذه البلاد التي هي قبلة المسلمين، فتمثلون الإسلام تمثيلا صحيحا بأعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم. وأنا أعلم أنكم والحمد لله على هذا المستوى الطيب، ولكنه من باب التواصي بالحق. أوصيكم بتقوى الله أينما كنتم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، أنت عبد الله، أنت مسلم، فعليك أن تمثل دينك التمثيل الصحيح بنية صالحة
وعمل خالص لله عز وجل وصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدينكم الإسلام وقدوتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنتم ولله الحمد تمثلون بلادكم وتحملون دينكم، ومن رآكم عرف دين الإسلام على الحقيقة. فالله الله أروا غير المسلمين أروهم خيرا من أنفسكم، وأظهروا لهم محاسن دينكم، وأيضا كونوا قولوا للناس حسنا كما قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وكما قالت جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فتعاملوا مع الناس بما أمركم به الإسلام من حسن المعاملة والصدق في المعاملات والصدق في الأقوال والأفعال والمحافظة على دينكم، وهذا مما يزيدكم شرفا عند الله وعند الخلق. فإن المتمسك بدينه يحترمه الناس ويجلونه، وأما المتساهل في دينه فإن الناس يزدرونه سواء شعر بهذا أو لم يشعر. فأنتم والحمد لله على مستوى طيب وعلى خلق يليق بدينكم. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، عليكم بإصلاح الأعمال، والإنسان عرضة للخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى استرعاكم على هذا الدين وحملكم إياه، فكونوا خير حامل تؤدون فرائضه في أوقاتها وتتعاملون بالصدق مع الناس، تتعاملون بالنصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنتم من بلاد الحرمين، لكم قدر عند الناس ولكم قيمة عند الناس بشرف المكان الذي أنتم جئتم منه، تحملون شرف هذا المكان، فكونوا على مستوى التمثيل الحسن لدينكم ولبلادكم ولدولتكم. وأيضا عليكم بالدعوة إلى الله والتعاون مع إخوانكم المسلمين في الجاليات الإسلامية ومع زملائكم المسلمين، تعاونوا على البر والتقوى، كونوا قدوة صالحة بحيث من رآكم يعرف الدين الإسلامي من خلال رؤيتكم ومن خلال أفعالكم وأقوالكم وتصرفاتكم. فأنتم والحمد لله على مستوى عال حينما ذهبتم إلى بلاد الغربة، فإنكم محصنون بهذا الدين القيم، دين الرحمة، دين العدالة، دين الخير، دين المحاسن العظيمة. لكم الشرف في حمل هذا الدين، لكم الشرف العظيم من بلاد الحرمين،
فأنتم في مستوى عظيم بين الناس، فالله الله في تمثيل بلادكم وحمل دينكم والمحافظة على صلواتكم والمحافظة على أركان الإسلام والمحافظة على الأمانة في القول والعمل، هذا هو دين الإسلام. فدين الإسلام يتمثل في حامليه وأصحابه، وأنتم منهم إن شاء الله. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يردكم سالمين غانمين، وأن تنالوا الأجر والثواب من الله عز وجل بتمسككم بدينكم في بلاد الغربة، وأن تكونوا خير مثال لدولتكم وخير مثال لدينكم خير مثال لبلادكم. فأنتم سفراء لبلادكم، أنتم تحملون دينا عظيما ليس في العالم مثله، دين الإسلام، وهو دين صالح لكل زمان ومكان. فدين الإسلام صالح لكل زمان وصالح لكل مكان، في أي بلد يكون فيه الإسلام فإنه صالح في أي مكان، ولكن عليكم بحمله بصدق وأمانة وإخلاص، وعليكم بالمظهر الطيب والتعامل الحسن، وعليكم بالأخلاق الطيبة الفاضلة. نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم وأن يردكم سالمين غانمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء خير الجزاء على ما قدمه من وصايا لأبنائه وبناته المبتعثين. والآن نطرح بعض الأسئلة التي وردت عبر الإيميل من الطلاب والطالبات. نعم. السؤال الأول: في رحلة طيران مدتها 14 ساعة متواصلة تتكرر الصلاة على المسافر أكثر من مرة، فما كيفية الصلاة في الطائرة علما بأنه لا يوجد مكان مخصص لأداء الصلاة والتوقيت والاتجاه يتغيران؟ نعم، الاتجاه هو إلى القبلة كما هو معلوم، الاتجاه هو إلى القبلة في الفريضة. أما صلاة النافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أينما توجهت به راحلته، كما قال الجل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل نزلت هذه الآية في صلاة التطوع في السفر. والفريضة تسألون من يعرفون القبلة ومن يرشدكم إلى الاتجاه إلى القبلة وتصلون إليها على حسب ما تستطيعون. من كان يستطيع الصلاة قائما فليصلي قائما، ومن كان لا يستطيع الصلاة قائما فإنه يصلي وهو جالس بالإيماء، يومئ بركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وتصلون على حسب استطاعتكم. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كانت الصلاة أو الرحلة يمكن أن تنزل في آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، فإنكم تؤخرونها إلى آخر وقتها وتصلونها إذا نزلتم من الطائرة. وإن كانت الصلاة مما يجمع إلى بعدها، إلى ما بعدها، كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء، فإنكم تؤخرونها وتصلونها في وقت الصلاة الأخيرة، مثلا وقت صلاة العصر ينتهي بإصفرار الشمس قربها من الغروب، ووقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر،
وصلاة العشاء ينتهي وقتها بثلث الليل أو نصف الليل، والضرورة يمتد إلى طلوع الفجر، فأنتم تحافظون على صلواتكم بحسب ما تقدرون عليه، والله جل وعلا قد خفف عنكم، شرع لكم القصر في الصلاة الرباعية إلى ركعتين، شرع لكم جمع الصلاة صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعضهما مع بعض، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق بالمسافر، والمقيم يصليها في أوقاتها لأنه يتمكن من ذلك. والتوقيت عندكم جاليات إسلامية، عندكم إخوان لكم يعرفون، قد سبقوكم إلى تلك البلاد ويعرفون التوقيت، وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. السؤال الثاني: أنا مبتعث وسأمكث في بلد الابتعاث 3 سنوات قادمة إن شاء الله، فهل تنطبق علي أحكام السفر من قصر الصلاة وإفطار في نهار رمضان؟ لا يا أخي، ما تنطبق عليك، لأنك أصبحت مقيما وانقطع السفر، فعليك أن تصلي كل صلاة في وقتها تماما بدون قصر، وأن تصوم رمضان لأنك أصبحت مقيما. إذا زادت الإقامة على 4 أيام فإن السفر ينقطع بذلك. نعم. لدينا في الجامعة مبنى للأديان، وفيه يؤدي كل صاحب دين عبادته، وللطلاب المسلمين غرفة واسعة تؤدى فيها الصلاة بكل يسر وسهولة، فهل تجوز الصلاة في مثل هذه الأماكن؟ نعم، ما دامت غرفة مهيئة للصلاة فإنكم تصلون فيها والحمد لله، وهذا من تيسير الله للمسلمين. نعم. أحيانا نخرج للنزهة أو لمكان مزدحم بالناس ولا يمكننا أداء الصلاة على وقتها، فهل يجوز لنا الجمع بين الصلوات؟ لا، هذا لا يجوز الجمع لك، ما الذهاب إلى المنتزهات ما ليس ضروريا، فالصلاة ألزم من الذهاب إلى المنتزهات. إذا كان الذهاب إلى المنتزهات يمكنكم الصلاة في وقتها فيه فلا بأس، أما إذا كان لا يمكن فلا تذهبوا إليها، اذهبوا إلى مكان يمكنكم أن تؤدوا الصلاة فيه. نعم. يوجد مسجد في الحي الذي أسكن فيه، ولكني بصراحة لا أداوم على صلاة الجماعة لانشغالي ببعض الأبحاث والواجبات والأعمال الدراسية، فما حكم صلاة في بيتي وعدم ذهابي للمسجد؟ يا أخي، يجب عليك الذهاب إلى المسجد ما دام المسجد قريبا منك وفيه جماعة يصلون، فإنك تذهب إليه وتصلي فيه، وهذا مما يعينك على أعمالك. الصلاة تعين على العمل كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها عون لك على ذلك، فحافظ عليها بارك الله فيك. نعم. بعد صلاة الجمعة يقوم الإمام باستقبال القبلة والدعاء، إما بدعاء عام أو بعض الأدعية المخصوصة لبعض المرضى بأسمائهم، ويرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون معه حتى ينتهي، فهل لهذا الفعل أصل في السنة؟ ليس له أصل في السنة، وهذا من البدع، ولا يجوز الاستمرار على هذا. والدعاء كل يدعو بنفسه، لا، ما هو لازم دعاء جماعي، كل يدعو بنفسه وبحاجته وحاجة إخوانه. نعم. يتوفر أكل حلال في مدينتنا، ولكن أحياناً قد أشتهي الأكل من بعض المطاعم المشهورة، وأنا أعرف أن الأكل ليس مذبوحاً بالطريقة الإسلامية، فهل يجوز لي الأكل على اعتبار جواز ذبائح أهل الكتاب؟ لا، ما دام تعرف أنه مذبوح على غير الزكاة الشرعية فلا تأكل منه، وبإمكانك أن تأكل من الطعام، تأكل من الخضار، وأما اللحم فما دام تعرف أنه مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فهو حرام وهو ميتة. نعم. في الجامعة يضيق المصلى على المصلين، فيتقدم الإمام ويكون جميع المصلين في الصف الأول عن يمينه، هل يصح هذا الفعل؟ علما أن الإمام يكون في طرف الصف. لا بأس بذلك، يكون الإمام في طرف الصف أو يكون في وسط الصف، لا مانع من ذلك، خصوصا إذا ضاق المكان. نعم.
نسمع كثيرا عن احترام وتقبل الآخر، فمن هو الآخر وكيف نحترمه وماذا نتقبل منه؟ الآخر معناه غير المسلم. نعم، تتعامل معه بالأخلاق الطيبة والتعامل الحسن، وأما المحبة لا تكون إلا للمسلم. نعم. بعض الناس هنا لا يعرف الإسلام أو يكون الدين وصل له بطريقة فيها تشويش، كيف يتم التعامل مع هؤلاء؟ الحمد لله، أنتم تعرفون الإسلام، فعليكم أن تعلموا الجهال وتنشروا هذا الدين، ومن رأيتم عنده عدم فهم للإسلام ففهموه، جزاكم الله خيرا. نعم. كيف أغرس العقيدة الصحيحة في أطفالي الذين يقضون معظم أوقاتهم في المدارس من الصباح حتى المساء ولا يدرسون شيئا يتعلق بالدين، وفي المساء ننام جميعا مبكرا؟ أوصيك أن تذهب بأولادك إلى مدارس إسلامية إذا كان في البلد مدارس إسلامية، وأظن ما تخلو بلد من مدارس إسلامية عند الجاليات عند المبتعثين، فعليكم أن تكونوا مدرسة خاصة بكم وتدرسون فيها أولادكم. نعم. هل الإحسان لغير المسلمين من معلمين وجيران والابتسامة في وجوههم يدخل في موالاتهم؟ نعم، الابتسام في وجوههم إذا كان في ذلك تأليفا لهم أو دعوة لهم إلى الإسلام فلا بأس بذلك، وأما إظهار الفرح بهم وإظهار السرور بهم فهذا لا يجوز، لكن لا تخطي عليهم، لا تتعدى عليهم. نعم. يحمل بعض غير المسلمين الكلب أعزكم الله ويصافح المسلمين بعد أن كانت يده ملامسة للكلب، فهل يصافح؟ إذا كان الكلب يابسا فلا بأس بذلك، لأن يده ما تتأثر بالكلب، أما إذا كان الكلب فيه رطوبة ولامسه وهو فيه رطوبة فلا، الكلب نجس، فالرطوبة هذه التي سرت إلى يده من الكلب تكون هذه الرطوبة نجسة. نعم. ما حكم الصلاة في الحدائق العامة؟ هل الأصل فيها الطهارة؟ لأن بعض الإخوة يقولون إن الصلاة فيها لا تصح بسبب انتشار الكلاب، فما صحة ذلك؟ التي لا تشاهدون عليها نجاسة الأصل فيها الطهارة، صلوا فيها. نعم. ما حكم تعزية غير المسلم بوفاة قريب له، وما الصيغة المناسبة لتعزيته؟ نعم، تعزيه ولا تدعو للميت، تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك، ولا تقول وغفر لميتك كما تقول في الميت المسلم. نعم. هذا كان آخر سؤال وردنا من الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، ونختم بكلمة ختامية من معاليكم. نعم، الكلمة الختامية نوصيكم كما بدأنا معكم، نوصيكم بتقوى الله والمحافظة على دينكم والتخلق بالأخلاق الطيبة، خذوا هذا الحديث معكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اعملوا بهذا الحديث وكونوا ممثلين لبلادكم، ممثلين لدينكم، ممثلين لأمتكم، من رآكم يعرف بكم أخلاق الإسلام ودين الإسلام، وفقكم الله وحفظكم وردكم سالمين. نعم.